السلام عليكم، معكم دكتور مارشال الفيت. ان شاء الله نشرح الريتنا، سلايدات الريتنا، وباذن الله هذه تكون اخر سلايد ان شاء الله. باذن الله نشرحوها هيك يكون عندك قريب 17 فيديو، وهذا اخر سلايد اللي هو شنو الريتنا. بسم الله، نبدا في اول سلايد. اول سلايد هنا جاب لك صوره اناتومي بتاع العين، وبعدين حط لك سؤال تحتها: وات از ذا بلاد سبلاي اوف ريتنا؟ شنو البلاد سبلاي بتاع الريتنا؟ الريتنا مقسمه 10 طبقات، الخمسه اللي لصقت في الكورويد يسموا فيهم 5 اوتر، والخمسه اللي جهه الفيتريس يسموا فيهم 5 انر. الخمسه الاوتر اللي لصقت في الكورويد يقول لك الكورويد انيبوهم، اني نغذيهم عن طريق الديفيوجن. معناها الفايف اوتر لاير اللي جهه الكورويد مين بيغذيهم؟ الكورويد عن طريق الديفيوجن، معناها افاسكولار. والخمسه اللي جهه الفيتريوس يطلع لهم ارتري يغذيهم، اسمها السنترال ريتينال ارتري. يعني الاجابه بتاع السلايد هي حتكون الفايف اوتر لاير الكورويد عن طريق الديفيوجن، والفايف انر لاير حتكون عن طريق السنترال ريتينال ارتري. السلايد رقم 2 جاب لك جهاز، هنا قال لك شنو هو الجهاز؟ هو هذا اسمه دايركت اوف تلمسكوب. It give you magnification of قديش يكبر الدايركت اوف تلمسكوب؟ 15 مره، اكس 15. It is used for شنو استخدامه؟ It is used for fundus examination، ونقدر نستخدمه فيه حتى باش شنو نديرو؟ ريد ريفلكس. سلايد رقم 13 هنا، طبعا هذا اسم الدايركت اوف تلمسكوب وهذا الاندايركت. الدايركت الصوره بتاعته سمول، الاندايركت لارج. الاندايركت الصوره بتاعته اريكت، الاندايركت انفيرتد. الدايركت يكبر 15 مرة، الدايركت 5 مرات. الدايركت نشبح بعين واحدة، الاندايركت نشبح بعيون الزوز. الدايركت ما فيش ستريوبسس، ما فيش 3D. الاندايركت في ستريوبسس وفي 3D. شوف السؤال: What is the difference between the direct and indirect of telescope in terms في مصطلح الايمج ماجنيفيكيشن؟ يعني بالليبي الدايركت قداش يكبر والاندايركت قداش يكبر؟ الدايركت يكبر 15 مره، مع الدايركت 15 مره، والاندايركت 5 مرات. صار معناها من تو الدايركت الريكت سمول يكبر 15 مره بعين واحده نو ستريوبسس. الاندايركت بايلاترال يعني بالعيون الزوز يكبر 5 مرات، الصورة بتاعتها لارج انفيرتد وفيه ونشبح بعين الزوز وستريبسس. سلايد رقم 4، ذا ريتينال ايمج، الصورة اللي بيشبحها للريتينا باستخدام الدايركت اوف تلمسكوب شنو مميزاتها؟ سمول مكبرة 15 مرة وإركت. رقم 5، هذه الصورة اللي حاجة اسمها السنترال ريتينال فين اوكلوجن، وركزوا معي. علاش معز قال السنترال ريتينال فين اوكلوجن؟ الريتنا كلها لما جيت تشبحها كلها معبيه دم، ريتينال هيمورج كلها معبيه شنو دم؟ ريتينال هيمورج، ريتينال هيمورج، ريتينال هيمورج. وريتينال هيمورج شنو شكله؟ شكله فيه هو هذا فليم 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 فليم. مش معنى كلمه فليم معناها زي اللهب، لكن هو اللي تشبح فيه هو هذا 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 شنو يسموه فيه؟ بانكتيت. ولاحظوا متوزع في جهه واحده ولا في كل الريتنا؟ في كل الريتنا. شوف للبلود فيزلز كلها خيرها خيرها كلها دايليتد وشيني تورشوس، لاحظوها منفوخه وخيرها تورشوس زكزاك. شوف الفين هنا دايليتد وخيرها تورشوس دايليتد تورشوس، حتى هو دايليتد تورشوس. لما تلقى الفينات نتاع الريتنا كلها دايليتد وتورشوس ونلقى هيمور شكله فليم وبانكتيت في كل الريتنا، هذا اسمه سنترال ريتينال فين اوكلوجن. طبعا لو واحد بيجكتر هنا رتو هما الصفر اللي يبانوا الصفرة، هما طبعا هذي لونهم ابيض. اي حاجة بيضة في الفندس لما نبي نشبحها بالافتالموسكوب تضيم على الافتالموسكوب لونها اصفر، فاللون الاصفر هذا لما يطيح على القطن والسبوت البيضة شو بيقول لي لونها؟ اصفر. بقى كويس، هما اللي تشبح فيهم البقوعة هما الكبار شوية اللي لونهم ابيض مفروضة هنا، هذي يسموا فيهم القطن والسبوت. وما دام في قطن والسبوت هذا اكيد اسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن. واتس يور دايجنوسيس؟ اسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن. منشن وان امبورتنت ريموت كومبليكيشن، سمي لي كومبليكيشن تصير ريموت. شو معناها ريموت؟ ليت. باهي كويس، تتفكروا لما قالت لكم السنترال ريتينال فين اوكلوجن اللي نوعها اسكيميك، بعد 100 يوم شو بيصير من الاسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن؟ بتصير جلوكوما اسمها نيو فاسكولار جلوكوما، اسمها 100 دي جلوكوما، يعني تصير بعد 100 يوم من الاسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن. وراي ال 100 دي جلوكوما راي سبيسيفيك او نيو فاسكولار جلوكوما سبيسيفيك شنو؟ للاسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن. سلايد رقم 6، هنا لما تجي تشبح
الريتنا كلها ما عم بيدم، هذا كل هذا شن الدم، هو فليمز اللهب، وهذا شن بانكتات 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 بانكتات. لما تبدا الهيمور شكلها فليم وبانكتات ومعبيه الريتنا كلها، ممكن نشك في السنترال ريتنا فين اوكلوجن. بلا ايش بحل الفينات هنا، الفينات خيرها دايليتد وشني تورشوس، دايليتد هنا وخيرها تورشوس، حتى هنا تبان دايليتد وشيني تورشوس. لما الريتنا كلها معبيه بدايليتد تورشوس فين، ونلقى ريتنا الهيمورج فليم وبنكتات بالشكل هو، هذا سنترال ريتنا شيني فين اوكلوجن. طبعا هنا في قطن ونسبط واضحه، لا ما دام ما فيش قطن ونسبط واضحه هذا سنترال ريتنا فين اوكلوجن نون اسكيميك. لكن دي ما يفضل لما ما تكونش الصوره واضحه اقول سنترال ريتنا فين اوكلوجن ونطلع من الموضوع. لكن تو زي في الصوره هذه القطن ونسبط واضحه، معناها شو بتقول؟ هذا اسكيميك سنترال ريتنا فين اوكلوجن. وات از 100 دي جلوكوما؟ 100 دي جلوكوما هي it is new vascular glaucoma، او خلينا نقوله it is secondary closed angle glaucoma ما بين قوسين new vascular glaucoma due to ischemic central retinal vein occlusion. What's the treatment of central retinal vein occlusion؟ شنو التريتمنت تاع central retinal vein occlusion؟ اول حاجه treat underlying cause. تاني حاجة لازم نرفع المريض لدكتور باطنة باش يدير له اسسمنت لشيني، اسسمنت للدايبيتس ميليتس والهايبرتنشن، لان مرات يكون عنده دايبيتس ميليتس وشن تاني هايبرتنشن، لان الدايبيتس ميليتس والهايبرتنشن يعتبروا بريدسبوزنج فاكتور للسنترال ريتينال فين اوكلوجن. لو كان النوع اسكيميك، لو كان النوع اسكيميك نستخدم حاجة اسمها بان ريتينال فوتو كواجيليشن، وممكن حتى نستخدم دواء اسمه افاستين. طبعا الكلمة هنا ديما في السلايد بتكون كلمة وقص، لكن في الاورال بتهدرز له بان ريتينا فوتو كواجيليشن، نضرب كل الريتينا ما عدا الماكيولا، وما نضربش نيو بلاد فيزلز كونترا انديكيشن، نضرب الريتينا البلاد نيو بلاد فيزلز لها ريجريشن بروحها منها لها لما نقضي على السورس بتاعها اللي هي شني سكيمي. سلايد رقم 7، هنا لما تجي تشبح شوف بالله الفينات كلها دايليتد وخيرها تورشوس زي الزقزقه تمشي واضحه منفوخه وخيرها تورشوس، يمين يسار يمين يسار يمين يسار. صار الفينات لما نلقاها كلهم دايليتد وتورشوس، ونلقى فيه هيموريج هنا فليم 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 وبنكتيت في كل الريتنا، هذا اسمه سنترال ريتنال فين اوكلوجن. في كوتن وول سبوت واضحه هنا؟ لا ما فيش كوتن وول سبوت، معناها هذا اسكيميك ولا نون اسكيميك؟ هذا نون اسكيميك سنترال ريتنال فين اوكلوجن. منشن تو اندرلاين كوز، اعطيني زوز اسباب للسنترال ريتنال فين اوكلوجن، اهم زوز اسباب اللي هو الدايبيتس ميليتس والهايبرتنشن، لان الدايبيتس ميليتس والهايبرتنشن يعتبروا البريدسبوزنج فاكتور لاهم مرض ريسك او اهم مرض ريسك للسنترال ريتنال فين اوكلوجن اللي اسمه شنو؟ اللي اسمه الاتيروسكليروس. سلايد رقم 8، هنا الريتنا كلها البلاد فيزلز خيرها دايليتد وتورشوس، دايليتد وتورشوس. وشين عندي هنا؟ عندي هيمورج في كل الريتنا وخير الهيمورج، في منه فليم في منه بنكتات بالشكل هو، هذا اكيد السنترال ريتينال فين اوكلوجن. وشين هو اللي تشبح فيه هنا؟ هو هذه الاوباسيتي، هذه الكوتون سبوت لونها ابيض وحجمها كبير شويه. ما دام هيك شين الدايجنوستس هنا؟ اسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن. منشن وان ليت كومبليكيشن، انا عندي اسكيميك سنترال ريتينال فين اوكلوجن، شنو هي الليت كومبليكيشن اللي بتصير بعد 100 يوم اللي هي 100 دي جلوكوما. نجو للسلايد رقم 9، هنا قال لك ديسكرايب ذا فاندس بيكتشر اوف رايت اي، قال لك هنا شن فيه اللي تشبح اقوله؟ نبدا مع بعض، ريتو هو الهيمورج هو نقطه هما هذا البنكتات هيمورج اللي هو الدوت بلوت، والهيمورج هو اللي شكله زي الخط هذا فليم هيمورج. باه هذا هيمورج واضح حتى هو. الفينات هنا خيرها دايليتد تورشوس دايليتد تورشوس دايليتد تورشوس. ما دام دايليتد تورشوس وكلها دقيقة بنكتات هيمورج فليم هيمورج دايليتد تورشوس فين، والاوبتيك ديسك في اوبتيك ديسك اديما هذا سنترال ريتينال فين كلوجد، وهذه شنو هي البيضة هي؟ هذه وهذه، هذه الكوتن وول سبوت، معناها هذا اسكيميك سنترال ريتينال فين كلوجد. لكن انت هنا قالك ديسكرايب دايليتد تورشوس فين ريتينال هيمورج اللي هو بانكتيت اللي هو الدوت بلوت، وشن تاني الفليم، وعندي اوبتيك ديسك ديما زي ما تفهمنا في الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك هو المفروض الحواش يبانوا، الحواش هنا يبانوا؟ لا ما دام ما يبانوش اوبتيك ديسك ديما. سلايد رقم شني 10، لما نجي نشبح هنا describe what you can see in this picture، واضحه شن تشبح هنا؟ دايليتد تورشوس زين، بلا شوف الدايليتد تورشوس زين هي
دايليت التورشوس فين؟ شوف الفينا هو دايليت دخيرة حتى هو تورشوس في كل الريتينا. شنو عندي هو اللي تشبح فيه الأحمر هو؟ هذا هيمورج، والهيمورج هذا شنو شكله؟ فليم 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 فليم. وعندك البنكتيت هو بالشكل هو، لما نلقى الريتينا كلها معبية فليم هيمورج وبنكتيت ودايليت التورشوس فين، هذا سنترال ريتينال فين اوكلوجن. هنا ما قالك الشخص لي، قالك هنا اللي تشبح أقوله دايليت التورشوس فين ان اور ريتينا فليم هيمورج وبنكتيت هيمورج اللي هي ريتينال شيني هيمورج. الاوبتيك ديسك هنا واضح ولا مش واضح؟ مش واضح، معناها اوبتيك ديسك اديما. ديس كونديشن كوملي اوكير ان بيرسون، من هم الناس اللي هاي ريسك للسنترال ريتينال فين اوكلوجن، جماعه الدايبيتس ميليتس والهايبر تنشن. سلايد رقم 11، واتس يور دايجنوسيس؟ الاوبتيك ديسك مش واضح، اوبتيك ديسك اديما، الفين دايليتد وتورشوس بالشكل هو دايليتد وتورشوس. هنا في هيمورج، شن شكل الهيمورج؟ هو شكل خطوط فليم، وهنا شن شكله؟ بانكتيت. لما تلقى اوبتيك ديسك ديما ودايليتد تورشوس فين وريتنا الهيمورج بانكتيت وفليم، هذا اسمه سنترال ريتنال فين اوكلوجن. وات از ذا يوجوالي بريزنتنج سيمتوم؟ صدن بيلس والصفجن. ما تنساش الريتنا ما تحس بشيء الا اللايت. سلايد رقم 12، في سلايد رقم 12 وات از ذا ابنورماليتي ان ذيس فاندس بيكتشر؟ لما جيت تشبحها هنا، هنا الريتنا امورها تمام وهذا الاوبتيك ديسك، عارفك شو بتقولي؟ بدك تقولي الدكتور كان الفندس هنا تجرويد فندس زي جلد النمر، على اساس هنا في حاجات كحله وهنا في بقع، يعني كحله وبقع حمراء. هنا عارفك شو بتقولي؟ بتقولي في جلوكوما. بقى الجلوكوما هي علاش او كيف ظبطت في جلوكوما؟ لان هنا عندي الكابنج سمول ولا لارج؟ لارج. هذا ما يهمنيش، مش هذا الفايندنج بتاعي، لكن انا قلتها لك باش بالك في حد مركز عليها ولا حاجه. هنا في كان في ماسه هنا، شن شكلها الماسه؟ هي كونفكس. كان في ماسه هنا شن شكلها؟ كونفكس. وش لونها؟ جريش بالشكل هو. لما واضح انها بلجنج، كانها طايحه علي. لما تلقى بلجنج في الريتنا بالشكل هو وشكله كونفكس بالشكل هو ولونه جريش، هذا ريتينال ديتاتشمنت. كونفكس وجريش وتحسها زي البلجنج، هذا ريتينال ديتاتشمنت. وات از ذا ابنورماليتي ان ذيس فاندس بيكتشر؟ هذا ريتينال ديتاتشمنت. وات سورت اوف سنترال فيجن از اكسبكتد؟ يعني السنترال فيجن شنو؟ السنترال فيجن هنا، السنترال فيجن هنا نور، شو بيصير فاصله؟ يعني بتقعد السنترال فيجن نورمال، الفيجن اكوتي كويسه ولا بتنقص؟ نجوا مع بعض هنا بالشكل هو، مش هذا الاوبتيك ديسك هنا؟ هنا شو بتكون في مفروض نورمال هنا؟ الماكيولا. الريتينال ديتاتشمنت هو واصل في الماكيولا مش واصل؟ ما دام الريتينال ديتاتشمنت واصل في الماكيولا اللي المفروض موجوده هنا، معناها السنترال فيجن بينقص. لو الريتينال ديتاتشمنت موجوده هنا ومش واصل في الماكيولا، معناها السنترال فيجن خيرها كويس. اجابه السؤال هنا السنترال فيجن افكتد خيرها تونس. سلايد رقم 13، لما جيت تشبح للرسمه هنا عندك حاجه لونها جريش وشكلها كونفكس وتحس كأنه في بلجنج في الكورنيا، هذا شنو؟ هذا ريتينال ديتاتشمنت. وات ار ذا سيمبتومز اوف ريتينال ديتاتشمنت؟ شنو هي السيمبتوم اوف ريتينال ديتاتشمنت؟ ثلاثه. رقم واحد فوتوبسيا، رقم اثنين رقم واحد فوتوبسيا، رقم اثنين اللي هي او يسموها فيها الفيجن عليه حسب. يعني خلينا تو نرتب الكلام بطريقه احلى. شنو السمتوم تاع الريتنال ديتاتشمنت؟ رقم واحد فوتوبسيا اللي هي فلاش اوف لايت. يجيك المريض على اساس انه شنو يقول لك؟ والله نحس انه في ضي طالع من عيوني، فوتوبسيا. رقم اثنين فيتريس فلتر، يجيك يشكي يقول لك والله في حاجات تتحرك، نشبح في حاجات تتحرك. رقم ثلاثه الفيجن، كيف الفيجن؟ لو الريتينال ديتاتشمنت موجود في البريفرال ريتينا المريض يشكي من فيجوال فيلد افكت، ولو الريتينال ديتاتشمنت واصل للماكيولا معناها السنترال فيجن خيره ينقص. معناها رقم ثلاثة، رقم واحد فوتوبسيا، رقم اثنين فيتريس فلاتر، رقم ثلاثة شني؟ اكوردنج تو شني؟ للفيجن. لو الماكيولا لو الريتينال ديتاتشمنت مش واصل في الماكيولا الفيجن كويس، لو واصل في الماكيولا الفيجن بينقص. سلايد رقم 14، وات از ذا دايجنوسيس؟ ركزوا معي. هنا عندك حاجة قريش وشكلها كونفكس وتحس انها بلجنج، هذا ريتينال ديتاشمنت. لكن بما انه هو هنا مش واصل للماكيولا معناها السنترال فيجن بتكون كويسة. تو ركزوا على الصورة هي بالشكل هو. طبعا هنا التشخيص بتاع الحالة في الصورتين هما ريتينال ديتاشمنت. منشن ذا تايبس عندي ثلاثة أنواع،
روماتيجينوس ونان روماتيجينوس. ونان روماتيجينوس في منها تراكشنال وفي منها اوكسيداتيف. لكن ترى اشبح للرسمه هي، وهنا هذه جايبينها قبل في سلايد، وهذه تشخيصها تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت، تراكشنال ريتينال ديتاتشمنت. وركز معي هنا، واضح في حاجه بيضة هي هي هي، عارفك بتقولي لونها اصفر يا دكتور. اي حاجه بيضة في الفندس لما نسلط عليها الضي بتاع الفتلموسكوب الاصفر، شو بيقولي لونها؟ اصفر. هنا في حاجه بيضة هي، الحاجه البيضة هذه فايبرس تيشو، ولاحظوا كأن شم فيه هنا شرينكش فايبروسس. الفايبرس تيشو تقدر تشبح من خلالها حاجه؟ لا، بما دام ما نقدرش نشبح من خلالها حاجه، هو جاي قدام تو دقيقه بس، مش هذه الريتنا قدامكم كلكم؟ الفايبرس تيشو هو اللي تشبحوا فيه تو، جاي قدام الريتنا. قولي كيف ظبطها جاي قدام الريتنا؟ ما دام الفايبرس تيشو هو ما نقدرش نشبح من خلال الريتنا، اكيد جاي قدام الريتنا. بقى الفايبرس تيشو هذا ما دام جاي قدام الريتنا، وين جاي؟ في الفيتريس. بقى لما الفيتريس يصير فيه فايبرس تيشو بالشكل هو، الفيتريس بيجبد شنو؟ الريتنا. ولما الفيتريس بيجبد الريتنا، شنو نسميه؟ الريتنا ديتاشمنت تراكشنال. يعني خلاصه القول كالاتي، لما تجي وتلقى فايبرس تيشو، والفايبرس تيشو هذا ما تقدرش من خلاله تشبح الريتنا، معناها هو جاي في الفيتريس، ولما جاي في الفيتريس بيقعد يشبد الريتنا، معناها شنو الريتنا ديتاتشمنت اللي بيصير هنا؟ تراكشن الريتنا ديتاتشمنت. سلايد رقم 15 جاب لك صوره للريتنا ديتاتشمنت. بالفعل في بلجنج هنا، والبلجنج هذا شنو شكله؟ كونفكس، وشو لونه؟ جريش. هنا لك نسألك سؤال تاني، what is the definition of this disease؟ شن تعريف الـ retinal detachment؟ It is separation of sensory retina على الـ retinal pigmented شني؟ epithelium. نجي للسلايد رقم 16، هنا طبعا الصورة مش واضحة هلبة، لكن شوف السؤال قال لك what are the types of retinal detachment؟ عندي ثلاثة أنواع، رقم واحد روماتيجنس، رقم اثنين نون روماتيجنس اللي ينقسم لحاجتين تراكشنال اوكسيداتيف. لكن لو تجي لي الرسمه هي وتركز معايا شويه، هنا في حاجه هنا بلجنج طالع من الصوره مش واضحه، انا معاك لكن جاي قبل في امتحان. هنا تو البلجنج هنا اللي تشبح فيه هو، في بلجنج طالع هنا شن شكله؟ كونفكس، وش لونه؟ جريش. حتى هنا في بلجنج طالع من الكورني هنا وشن شكله؟ كونفكس ولونه جريش. والاصفر هذا الاوبتيك ديسك، لما تلقى بلجنج في الكورني على شكل كونفكس ولونه جريش، هذا ريتينال اتاتشمنت. رقم 17، هذا شنو هو الاصفر؟ الاوبتيك ديسك. وتحس هنا كانه في بلجنج في الكورنيا، البلجنج هو شن شكله؟ كونفكس، وش لونه؟ جريش. واتس ذا دايجنوسيس؟ ريتينال ديتاتشمنت. منشن 3 تايبس اوف ريتينال ديتاتشمنت، سميناهم. رقم هاي صوره واحده ثانيه، الريتنا هنا فلات، جوها مليح، نابته نابته نابته، لكن هنا الريتنا شن شكلها؟ كونفكس ولونها جريش، هذا ريتينال ديتاتشمنت. سلايد رقم 18 جاب لك هنا رسمه، وبعدين كتسالك سؤال، طبعا الرسمه هذه كلام فاسكولار، لكن تعال هنا وات ار ذا باثولوجيكال تشينجز اوف دايابيتيك ريتينوباتي. شنو الباثوفيسيولوجي اللي يصير في الدايابيتيك ريتينوباتي؟ شنو هي المشاكل اللي تؤدي لي للدايابيتيك ريتينوباتي؟ حاجتين، مايكرو فاسكولار ليكش ومايكرو فاسكولار اوكلوشن. مايكرو فاسكولار ليكش ومايكرو فاسكولار شنو؟ اوكلوشن. الزوز هم اللي بيديروا لي دايابيتيك ريتينوباتي، يا البلاد فيزلز الصغيره بتتسكر، يا البلاد فيزلز الصغيره شو بيصير فاستها؟ ليكش. سلايد رقم 19، وات ار ذا فايندنج، شنو هي الفايندنج اللي تشبح فيها هنا؟ نبدو مع بعض، لما تشبح للفايندنج هي كالاتي، اول حاجه في الفايندنج الفين هنا تحسها دايليتد وخيره تورشوس، في ريتينال شني؟ ريتينال هيمورج، لكن الريتينال هيمورج هنا مش فليم، لا شكله خيره بانكتيت. الاوبتيك ديسك خيره، الادج بتاعتها واضحه. الريتو الصفراء هي الصغيره، هي مش كبيره زي القطن والسبط، صفراء وصغيره وتحسها زي الذهب، هذه الهارد اوكسيديت. ديما في اي رسمه تلقى ريتينال هيمورج وهارد اوكسيديت، صح عندها هلبة اسباب، لكن رقم واحد والواحد الله بتفكر فيها اللي هي الدايابيتيك ريتينوباتي. وات ار ذا فايندينج؟ هارد اوكسيديت بانكتيت دوت بلوت هيمورج، والفين خيرها دايليتد. What are the stages of this finding or this condition؟ هو يلقح الدايابيتيك ريتينوباتي، عندي أربع ستيجات. نون بروليفراتيف، بري بروليفراتيف، وبروليفراتيف دايابيتيك ريتينوباتي، ودايابيتيك ماكيلوباتي. What is the helpful investigation usually done before we decide laser treatment؟ شنو هو الانفستيجيشن اللي نديره لجماعة الدايابيتيك ريتينوباتي قبل ما ندير ليزر تريتمنت اللي هو الفلوريسين انجيوغرافي؟ الفلوريسين انجيوغرافي يعطيني كلو، فكرة، هل صاير ليكش؟ هل صاير اوكلوجن؟ ما تنساش
اللي ما تنساش ان الديابيتك ريتينوباتي شنو المين باثولوجي بتاعها، يا مايكرو فاسكولار ليكش يعني سمول بلاد فيسز تتطربق، او مايكرو فاسكولار شنو اوكلوجن. ومن بيعطيني فكره على الاوكلوجن والليكج اللي صاير اللي هو الفلوريسين انجيوغرافي اللي شرحناه قبل في السلايدات بتاع المسيلينس. سلايد رقم شنو 20، من شنو يور فايندينج، شنو هي الفايندينج اللي تشبح فيها؟ هنا ريت الاصفر هو الصغير، هو الاصفر هو الصغير هذا الهارت اوكسيدات، والهيمورج هو سكتر ده هو دوت بلوت هو اللي منقط في جميع الاماكن، هذا دوت بلوت هيمورج. ب من شنو يور فايندينج هذا الزوز، وات ار ذا ستيجز اوف دايابيتيك ريتينوباتي سؤال شرطه سي، وديما لما تلقى هارت اوكسيدات ودوت بلوت اللي هو بانكتيت هيمورج ديما فكر في الدايابيتيك ريتينوباتي، شنو استجاد جاوبنا. سلايد رقم 21، وات از ذا دايجنوسيس، عندي هيمورج دوت بلوت منقط، وعندي هو الاصفر هذا الهارد اوكسودات لونها اصفر، ودي ملاحظه ما تكونش في البريفري تكون في السنترال، هذه دايابيتيك ريتينوباتي. واتس ذا تريتمنت، رقم واحد كنترول اوف بلود شوجر، رقم اثنين لو المريض عنده هايبرتنشن دي لها كنترول، لان اسوأ مرض يجي مع الدايابيتس ميليتس ويخلي الدايابيتيك ريتينوباتي اسوأ الهايبرتنشن. رقم اثنين انا الدايابيتيك ريتينوباتي بيدي لي اسكيميا، وشين علاج الاسكيميا بتاع الريتنا؟ بان ريتنا فوتو كواجوليشن، وممكن نستخدم لا دواء اسمه افاستل، افاستل هذا خيره انتي انجيوجينيس يمنع شني تكوين النيو بلود فيزلز اللي هي النيو فاسكولاريزيشن ات ديسك وشني الس وير، لكن هنا المين تريتمنت كنترول اوف بلود شوجر. سلايد رقم 22، شنو هي الفايندنج؟ هو الاصفر اللي تشبح فيه هو هذا الهارت اوكسيدات، والاحمر هو اللي تشبح فيه هذا الدوت بلوت هيمورج. كلاسيفاي ستيج اوف ديابيت كريتوروباتي جاوبناه. رقم 23، ان ريتينوبلاستوما ذا تشايلد كوملي بريزنتد ويت، ذا موست كومن ريبريزنتيشن شنو هو؟ الليكوكوري، والسكند مود اوف بريزنتيشن سكوينت. الراجل بارك الله فيه حاط لك زوز صور مش يسهل عليك الاجابه. منشن ذا تريتمنت اوبشن، ولا لو التيومر بتاع الريتينوبلاستوما صغير فوتوكوجيليشن بالليزر، لو كان حجمه متوسط راديوثيرابي، لو كان حجمه كبير انكيوليشن، ولو مدين لي اكستنشن للاور بتش بندير اكسنتريشن، بل لو دالي ميتاستاسيس بندير كيمو ثيرابي. ترى انسوا الصوره هي شويه واشبح للصوره هذه بس، لو جبت لك الصوره هذه بس هي وقلت لك وات از ذا دايجنوسيس، الدايجنوسيس هنا بتقول لي ليكوكوريا، لكن لما اجيب لك الصوره هذه ومعاها الصوره هذه هنا ليكوكوريا يونيلاتر اللي هي وايت بيوبل صح على يدك، وهنا في ماس بيضة في وسط الريتنا، اشهر ماس بيضة في وسط الريتنا دي اللي ليكوكوريا اللي هي الريتينوبلاستوما. واتس يور دايجنوسيس؟ ريتينوبلاستوما. منشن تري اذر ديفرنشال دايجنوسيس، اعطيني ثلاثه حاجات يدروا لي ليكوكوريا ويدروا لي مشاكل في الريتنا، الكوتس ديزيز صح، التوكسوكارياسيس صح، الريتينوباتي اوف بريماتوريتي صح، لكن دقيقه الكوتس ديزيز والتوكسوكارياسيس يونيلاترال، لكن الريتينوباتي اوف بريماتوريتي شي بتكون بايلاترال. رقم ثلاثة بيرزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتريس، وشو بيكون؟ يونيلاترال. سلايد رقم 25، واضحة هنا في ماس بيضة في الريتينا والبيوبل هنا شو لونها؟ ابيض ليكوكوريا، لكن هنا شوف السؤال بتاع الشورت اسي، منشن تو بور بروجنوستيك فاكتور اوف ريتروبلاستوما، اعطيني زوز حاجات لو لقيتهم في مريض الريتروبلاستوما هذا فيري بور، لو الريتروبلاستوما واصل الاوبتيك نيرف نسبه المورتاليتي ليت توصل 65% فيري بور، لو الريتروبلاستوما دارت كورويدال انفيجن يعني اخترقت الكورويد فيري بور حتى هو شنو بروجنوس. 26، وات كود بي ذا دايجنوسيس، لما تجي تشبح الرسمه هي وتلقى ماس بيضة في الريتنا وتلقى الريتنا كلها معبيه باللون الابيض، هو طبعا دقيقه نسيت نقول لك الريتنا بلاستوما علاش لون الماس بتاعها ابيض؟ لان يترسب فيها الكالسيوم، هيك علاش لو نصور العين او لما نصور الوجه بالاكس راي يطلع لون الريتنا بلاستوما ابيض لانه يترسب في وسط الكالسيوم. به وات كود بي ذا دايجنوسيس، جيت لريتنا ولقيت الماس فيها بيضه بالشكل هو، ولقيت ماس في القلوب في العين لونها ابيض بالطريقه هي، هذا موست لايكلي شو بيكون؟ ريتينو بلاستوما. منشن تري بريزنتنج ساين فور ساتش كونديشن، اعطيني ثلاثه اسباب يجيني بها المريض او ثلاثه حاجات يجي بها المريض، ليكوكاريا سكوينت وسكندري جلوكوم. سلايد 27،
جاب لك ماسة هنا بيضة في وسط الريتنا. وطبعا قلت لك ده موست كومن او اكتر حاجة بدي لي ماس بيضة في وسط الريتنا بالشكل هو الريتنوبلاستوما. ريتنوبلاستوما از تيومر اوف، عارفك بتقولي تشايلد هود، نقول لك باي صح لكن مش هذه الاجابة اللي يبوها. ريتينوبلاستوما از تيومر اوف بريميتيف ريتينال سيل، يعني ستيم سيل اوف ريتينا. وات ار يو جوينج تو سي ان بلين اكس راي، لما تصوره بالاكس راي شنو بنلقى في وسط العين؟ بنلقى انترا اوكيلار كالسيفيكيشن، يعني بنلقى ماس شنو بيض. جول سلايد 28، وات اورجانيزمز كوز ديس، شنو هو الاورجانيزم اللي بيدي لي شنو بيدي لي المشكله هي؟ لما تلقى حاجه لوكالايزد فوكال بالشكل هو وتلقى كوريوريتينايتس، قول لي شنو هو الكوريوريتينايتس؟ مش لما الريتنا والكورويد بيلتهبوا وبيموتوا مش بيصير لهم، او لما الكورويد والريتنا بيلتهبوا مش بيموتوا بيصير لي هيلينج باي فايبروسيس؟ ايه بيقولوا تك ولا تن؟ تن. شنو هي الحاجه اللي وراهم؟ سكليرا. هيك علاش ترى الريتنا الابيض هو والاصفر هو، هذه مني هذه سكليرا، لان هنا صار لي كوريوريتينايتس يعني الكورويد التهب والريتنا التهبت، ولما الكورويد والريتنا يلتهبوا هما الزوز مع بعض بيموتوا، فالحاجه اللي تحتهم بتبان من هي السكرير. حاجه تانية، ريت اللون الاسود هو اللي تشبحوا فيه هو هذا الهيموروج والاكسوديت بتاع الانفلاميشن. صار لما نلقى لوكالايزد كوريوريتينايتس نقول هوني مستريح، لان لما الكورويد والريتنا يموتوا السكريره بيطلع لونها الابيض هو، لان لما الريتنا تموت والكورويد يموت بيقولوا فيريتين، فالحاجه اللي تحتهم بتبان اللي هي مني السكريره. اهو لك اللي تشبح فيه هذا الهيموروج وهذا الاكسوديت بتاع الانفلاميشن. What is the organism cause this? Toxoplasma gondii. وهنا التوكسوبلازما وين جاية؟ في السنترال ماكينة، معناها الفيجن كويس ولا ناقص هنا؟ ناقص. سلايد رقم 29. What is the finding اللي نشبحوا فيها هنا؟ Localized chorioretinitis. Localized لأنها بالفعل localized تركينة واحدة. علاش قلت chorioretinitis؟ لما الكورويد والريتنا هنا يلتهبوا بالشكل هو هنا وهنا الريتنا والكرويد بيموتوا بيولوا فيريتين، شنو الحاجه اللي بتبان تحتهم؟ السكليرا. وبالفعل اللون الاصفر هو اللي تشبح فيه واللون الابيض هو هذا لون السكليرا. اللون الاسود هو اللي تشبح فيه هو هذا الاكسوديت والهيمورج، والابيض هنا لاحظوا البلط فيزلس هنا اللي في الجهه هذه، زي الجهه هذه لا. هنا شنو صاير لي يا جماعه الخير؟ هنا اللي صاير لي كالاتي، هنا صاير لي فاسكولايتس يعني البلط فيزلس في الجهه هذه بتلتهب. واتس ذا فايندينج؟ الفايندينج هنا فوكال localized chorioretinitis، وحاجه تانية with vitritis. شو معنى with vitritis؟ الفيتريس اللي لاصق في الريتنا في الجهه هذه حتى هو بيلتهب. What type of parasite is usually associated with؟ شنو هو الباراسايت اللي بيديرها بيدير المسا هي؟ توكسوبلازما جوندي. اعطيني دواء واحد نستخدم فيه في العلاج السلفانامايد. بل لو سالك الدكتور السنترال فيجن هنا كويس ولا ناقص؟ قول ناقص، انا جايه وين؟ في الماكينه. نفس الفكره هنا، حاجه لوكالايزد فوكال، اللون الاصفر هذا والابيض هو هذا لون السكليره، والاسود هذا لون شيني الهيمورج. ما دام السكليره هنا تبان اكيد الريتنا والكرويد صار فيهم التهاب وماتوا، هذا شيني هذا فوكال او لوكالايزد كوريوريتينايتس. الراجل هنا سالك سؤال ستريت اوكي، لان الصوره مش واضحه. اوكيلار توكسوبلازموسيس كوزد باي توكسوبلازما جوندي، بريفلي وات از ذا تريتمنت، شنو العلاج؟ ها بنعطي فولينيك اسيد، نعطي ستيرويد، نعطي بايريميتامين، نعطي سلفانامايد، نعطي الاربع ادويه هي خيرها كومباينيشن. حتى هنا خيرها فوكال لوكالايزد كوريوريتينايت، صورة اللون الابيض هو والاصفر هذا لون سكليرا، والاسود هذا لون شني هيمش. نجي لسلايد 31، طبعا هذا المرض اشهر مرض واحلى مرض وحرام تغلط فيه في الامتحان، اللي هو الريتينايتس بيجمنتوزا. علاش قلت لك الريتينايتس بيجمنتوزا؟ الاوبتيك ديسك واضح ووكسي اصفر، البلاد فيز اتنيويتد نارو، وشن فيه في البريفران بتاع الريتنا هنا؟ في شيني في هايبر او في هايبر بيجمنتيشن اللي هي يسموها فيها البون شيني سبيكيولز. حتى هنا نفس الفكره، ووكسي اوبتيك ديسك نارو بلاد فيز اتنيويتد، وفي بون سبيكيولز اللي هي هايبر بيجمنتيشن. واتس ذا دايجنوسيس؟ ريتينايتس بيجمنتوزا. اعطيني ثلاثه كلينيكال ساين سهله. الكلينيكال ساين اللي موجوده هنا ووكسي اوبتيك ديسك نارو بلاد فيزلز بالشكل هو، وشن تاني؟ ريتينايتس شيني او هايبر بيجمنتيشن اللي هي بون سبيكيولز. رقم 32 واضحه، ووكسي اوبتيك ديسك نارو بلاد فيزلز وبون سبيكيولز بالشكل هو اللي هي هايبر بيجمنتيشن
هذه ريتينايتس بيجمنتوزا، لكن السؤال مش هنا. What are the mode of inheritance of this disease؟ كيف تنتقل وراثيا؟ بثلاثة طرق: autosomal dominant، autosomal recessive، X-linked. سلايد رقم 33، What is this؟ هذا شنو؟ الأوبتيك ديسك هنا ووكسي يلو. البلاد فيزلز هنا خيارها نارو. هنا لما جيت تشبح هايبر بيجمنتيشن اللي هي بون سبيكيولز. What is this؟ ريتينايتس بيجمنتوزا. The main complaint is night blindness. What layer of retina is affected؟ المرض هو اللي اسمه ريتينايتس بيجمنتوزا، يضرب الرودس والكونز، والرودس والكونز موجودات في أما طبقة في الفوتو ريسبتور لاير. نجول سلايد رقم 34. حتى هنا الاوبتيك ديسك ووكسي، والبلود فيزلز خيرها نارو، وعندي في البريفرال نتاع الريتينا بون سبيكيولز اللي هي هايبر بيجمنتيشن، معناها شنو التشخيص؟ ريتينايتس بيجمنتوزا. منشن وان دايجنوستيك تيست، وهذا ديما السؤال يعاودوا فيه، اعطيني دايجنوستيك تيست يساعدني في التشخيص نتاع الريتينايتس بيجمنتوزا اللي هو الكترو ريتينوغرافي. حتى هذه ريتينايتس بيجمنتوزا، صح الاوبتيك ديسك مش اصفر هلبه، لكن البلود فيزلز نارو attenuated وعندي بون شيني سبيكيولز. How should one patient أو how should one manage patient with retinitis pigmentosa؟ كيف الواحد نعالجوه من retinitis pigmentosa؟ There is no effective treatment of retinitis pigmentosa. ما عنديش treatment effective نعالج بها retinitis pigmentosa. بعض الدراسات تقول لك نعطوا الفيتامين A مش لأنه ناقص، لا، لأنه يخدم أنتي أوكسيدنت فينقص the progression of disease. حتى هذه الصورة تبقى للريتينايتس بيجمنتوزا، الاوبتيك ديسك ووكسي، البلاد فيزلز خيرها نارو، وفي البريفرا نتاع الريتنا الحمد لله في ريتينايت في هايبر بيجمنتيشن اللي هي بون سبيكيولز. حتى هذه صورة ثانية للريتينايتس بيجمنتوزا، ووكسي اوبتيك ديسك نارو بلاد فيزلز وهايبر بيجمنتيشن في البريفرا الريتينا. حتى هذه صورة ثانية، ووكسي اوبتيك ديسك نارو بلاد فيزلز وهذه الريتينا وهذه الهايبر بيجمنتيشن. الصورة 36 لما جيت تشبح للرسمة هي قال لك في الرسمة هذه أو في رسمتين الزوز، in this slide you can see white and black spot، هادو الوايت وهادو البلاك. What are they؟ هما ليزر مارك، علامات ليزر. Which type؟ شنو which type؟ أما ليزر استخدمناه الأرجون شيني ليزر. باه لو جينا نشرح شوية على الرسمة هي، ريتو هما الضربات هما الصفرة هما هادو ليزر مارك، وحتى السودة هما ليزر مارك ضربات ليزر، لكن لاحظوا اني ضرب الريتنا كلها بالليزر ما عدا شني ما عدا الماكولا. هذه اسمها بان ريتينال فوتو كواجيليشن، اسمها بان ريتينال فوتو كواجيليشن. به كويس دكتور، اللي عنده بان ريتينال فوتو كواجيليشن البريفرا ريتنا كلها ميتة، معناها بيكون عنده نايت بلايندس، وعنده الماكولا بيستخدم معناها شي بيشبح تيبولار فيجن. طبعا الضربات هما البيض هما هادو اولد ليزر مارك، علاش اولد؟ لان صار لي هيلينج باي فايبروسس والسكليرا بدات تتبان، لكن هما البلاك هادو نيو بلاد، هادو نيو ليزر مارك، لان الاكحل هذا شني؟ هيموش. حتى هادي ريتها الريتنا كلها مضروبه بشني؟ مضروبه بالليزر ما عدا السنترال بارت، معناها هادي بان ريتنال فوتو كوجيليشن. حتى هنا الريتنا كلها مضروبه بالليزر ما عدا المكيلا، بان ريتنال فوتو كوجيليشن. 37 وات از ذا مانجمنت دان؟ هنا المانجمنت اللي صاير يعني ضرب الريتنا كلها شني بالليزر، بدات نضرب في الريتنا كلها شني بالليزر، معناها بان الريتنا فوتو كواجلاش. لاحظوا الماكله ما قربتهاش. وات واز ذا انديكيشن؟ علاش انا نضرب في الريتنا هنا؟ لان انا عندي ريتنا الاسكيميا. يقول لي كيف ظبطت ان في ريتنا الاسكيميا؟ نقول لك ريتها هما البلود فيزلز هما الصغيرات هما اللي جايه تحت الديسك، هذا اسمه نيو فاسكولاريزيشن ات ديسك، وانديكيت شني؟ الاسكيميا. سلايد رقم 38، This patient was in coma and on awakening لما ناض هو اكتشف discovered انه هو blind. علاش؟ انا عارفك بتقولي يا دكتور احنا ما قروناش سيتي سكان وام ار اي، لكن تعالى بس هادو العيون الزوز هذا البرين، هنا مدين لك اسهم، هنا البرين كلها لونها جريش، لكن في جهه دي لونها وايت، لما تلقى لون ابيض في السيتي سكان في البرين هذا هيمورج، وهالمنطقه هذه شنو اسمها هي؟ فيجوال كورتكس. بالليبي المريضة هو دار حادث، والحادث هذا دار له هيمورج في الفيجوال كورتكس، ولما الفيجوال كورتكس هي اللي موجودة في الاكسبت تنضرب
لما تنضرب الفيجوال كورتكس بثوابت تيومر او هيمورج، المريض ما عادش يشبح يولي بلايند. وشين اسمها البلايند؟ هي اسمها كورتيكال بلايند، معناها بالليبي اي واحد عنده دمج في الفيجوال كورتكس حيولي بلايند. وشين اسمها البلايند؟ هي كورتيكال بلايند. سلايد 39، وات از ذا دايجنوستس؟ شنو هو الدايجنوستس هنا؟ لما تشبح للرسمه هي الريتنا لوطا امورها تمام نورمال، لكن الريتنا فوق فيها شني؟ فيها دايليت التورش واز فين، فيها ريتنا الهيمورج فليم وبانكتيت. ما دام الريتنا هنا كلها مش افكتد، هذا برانش ريتنا الفين شني؟ اوكلوجن. اسمه برانش ريتنا الفين اوكلوجن. شنو التريتمنت بتاعها؟ اول حاجه تريت اندرلاين كوز كونزرفيتيف طبعا، وتريت اندرلاين كوز رقم اثنين. رقم ثلاثة نرفع جماعة الميديسن باش يشبحوا لو عنده دايبيتس ميليتس ولا هايبرتنشن، باش يعالجوا له شني الريسك فاكتور شني اهم. لو كان البرانش هذا نوع اسكيميك، ما حتى البرانش ريتنال فين في منه اسكيميك ولا اسكيميك، كان نوع اسكيميك نبي نضرب شني بالليزر، يعني بدير ارجو ليزر فوتو كوجوليشن، وممكن حتى شني ممكن نعطيه حتى افاستك. سلايد رقم 40، هذا الاوبتيك ديسك، الريتنا كلها تبان بين ما عدا نقطة حمراء هي. هنا المفروض شنو عندي هنا؟ الماكيولا. فصل الماكيولا هنا في نقطة حمراء، شنو اسمها؟ فوفيا. وات دو يو كول ذيس فاندس ليجن؟ اسمها تشيري ريد سبوت. الماكيولا كلها بيضة ما عدا الفوفيا، تشيري ريد سبوت. منشن تو امبورتنت كوز الكوموشن ريتيناي والسنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. حتى هذه صورة ثانية، الريتنا كلها بيل ما عدا الفوفيا، تشيري ريد سبوت. وات از ذا دايجنوسيس؟ هذا اسمه جاينت سيل ارترايتس. الجاينت سيل ارترايتس هذا انفلاميشن يضرب شنو؟ الارتريات، وخصوصا التمبورال ارتري والاوفتالميك ارتري. ولما يلتهب فيهم شو بدير فاستهم؟ بدير فاستهم اوكلوجن ويسكرهم. وات از ذا دايجنوسيس؟ جاينت سيل ارترايتس. ترى تخيل واحد صار له جاينت سيل ارترايتس. الجاينت سيل ارترايتس هذه ممكن تدير انفلاميشن، نحن نهدرزه على العيون شويه، ممكن ندير انفلاميشن في الاوفتالميك ارتري، ودير انفلاميشن حتى في البرانشات نتاع الاوفتالميك ارتري. ترى تخيلوا السنترال ريتينال ارتري يصير فاستا جاينت سيل ارترايتس، اي ارتري بيصير فاستا انفلاميشن يتسكر ترومبوسز، ولما يتسكر الترومبوسز مازال في دم بيخش للعين. الحمد لله. لا بقى كويس، فاحنا لما السنتر ريتنال ارتري بيصير فاست انفلاميشن بيتسكر، فالريتنا شو بيصير فيها؟ اسكيميا، فبيصير لي سنتر ريتنال ارتري اوكلوجن. واتس ذا تريتمنت؟ نفس علاج السنتر ريتنال ارتري اوكلوجن اللي علمته لكم المره اللي فاتت، اللي هو نحاول ندير فاز ديليتيشن. لان مرات شنو يصير؟ مرات في الجاينت سيل ارترايتس الاوفتالميك ارتري يلتهب فيصير ترومبوسس، فالترومبوس هذا يصير له ديتاشمنت يولي امبوليزم، الامبوليزم وين يمشي؟ يسكر السنترال ريتنال ارتري. فهنا هنا ولما يتسكر السنترال ريتنال ارتري سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن. ففي العلاج بندير حاجتين، بندير فازو ديليتيشن وبنزيد البلود فلو فاست ريتنا باش الامبوليزم هذا يتحرك من السنترال ريتنال ارتري يمشي لشني؟ للبراج. رقم 42، طبعا الكلام هي السلايد هي شارحينها، تلقوا الاجابه بتاعتها في الشيت. 42 هنا في لما تجي تشبح السلايد هي تلقى هيبوبين، لكن سبحان الله الهيبوبين هنا مش لوطه، هنا خيره انفيرتد، هذا يسموه فيه انفيرتد هيبوبين. لما نلقى حاجه بيضه لكن الحاجه البيضه هي الهيبوبين، نلقاها فوق يسموه فيه انفيرتد هيبوبين. لما تلقى انفيرتد هيبوبين هذا واحد مدارين الريتينال ديتاتشمنت، دارين الريتينال ديتاتشمنت وحاقلين سيليكون اويل، والكومبليكيشن بتاع العمليه هذه ان السيليكون اويل اللي موجود في الفيتريوس مرات يهرب ويجي للانتيريو تشامبر ويركب فوق، لان الكثافه بتاعته اقل من شني؟ من الاكوسا هيومرس، زي لما تخلط الزيت بالمي. اخر سلايد هي سلايد رقم 43 وهذه مهمه. وات از ذا ريتنا ليجن هنا؟ لما جيت تشبح للريتنا هنا واضح ان في الريتنا في تمزيقه ريتنال بريك او ريتنال تير. باه لما قريت لك في الريتنا قلت لك الريتنال تير والريتنال بريك لازم تضرب حولها شني؟ بالليزر. وبالفعل هما اللون الابيض هو اللي تشبح فيه هذا الليزر. علاش نضرب في الليزر هنا؟ لازم انا نحيط التيره هو كلها بالليزر مش شكلها هو. علاش نحيط كلها بالليزر؟ باش التيره هو ما يتحولش لريتينال ديتاتشمنت. وات از ذا ريتينال ليجن؟ ريتينال تير. وات واز ذا مانجمنت دان؟ ارجو ليزر فوتوكوجوليشن. حتى هنا انا هنا عندي شنو؟ عندي هول هنا حفره بالشكل هو. انا خذيت الليزر طق 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 وقعدت نضربه هنا. علاش الهول حاصرها بالليزر؟ لما تحاصرها بالليزر الهول هذه ما عادش تقدر تكبر، ما عادش تتحول لريتينال ديتاتشمنت. لا تنسونا من صالح الدعاء.
بارك الله فيكم وشكرا.